يعني هيبقى فخامة الرئيس السيسي طبعا هو شغال في كل المحاور في نفس الوقت، يعني في كل حاجة ماشية بالتوازي والتقدم، وكل العالم شاف وكل المصريين شافوا. بس أنا عايزة أرجع مع حضرتك تاني لنقطة ليبيا. الرئيس السيسي أو دعم مصر لليبيا مش بس اقتصر على المقاربات السياسية والمؤتمرات والندوات، ولكن برضو كان مصر شاركت في إعادة إعمار ليبيا. حضرتك شفت الخطوة دي إزاي؟ الخطوة دي خطوة تلقائية من الموقف، نبع من الموقف المصري. ما احنا قلنا ان هو بتاع بناء مش هد. فالنهاردة لما يساعد الأشقاء الليبيين في إعادة بناء بلدهم، ده دولة كانت من أغنى دول العالم، النهاردة يعني شبابها حتى مش لاقي حاجة يعني، وحتى اللي بيشتغلوا ما بياخدوش مرتبات على طول. فأنت النهاردة قوة ليبيا هتبقى قوة لمصر، قوة الوطن العربي قوة لمصر. ومصر طول عمرها وكل ده في اجماع في العالم كله، تعرفين ان انا يعني اكبر منكم شويه في السن اصغر مننا يعني كل العالم كله يعني بيشهد ان مصر لما هي بتحلق العالم العربي كله بينهار. هي الرائده لما لا قدر الله زي ما حصل فتره ما بتقع، كله بيستبيح الوطن العربي وشعوبه وابنائه كل حاجه. لا احنا عايزين نرجع تاني، احنا عندنا قائد لا يعتدي على أحد، وزي ما بقول هو يحترم كل، مش بيحترم بس الدول، بيحترم الإنسان اللي ماشي في الشارع. ودي جميلة، دي من أجمل صفاته، يعني إن هو بيحترم المواطن، بيفكر. أنت بتقولي مثلا هو يعني حكاية الإعمار في ليبيا وكده، أنا نفسي أفهم. أنا أكتر حاجة بحبها في الرئيس السيسي إنه بيفكر زيي وزيك وزي محمود. ليه إحنا ماشيين كده مثلا بنقول يا إيه ده، إيه تلال الزبالة دي اللي موجودة، يا إيه الطرق المتكسرة دي، هو بيفكر نفس التفكير عايش حوالين الحاجات دي كأنه بالظبط. هو كأنه ما بينامش ما بياكلش بالظبط، بيفضل يلف ويشوف إيه أوجاع المواطن المصري بشكل تقريبا شامل دلوقتي. قولوا لي فئة لا تحظى برعاية الرئيس، لا. كل ده يعني، وده نموذج يعني كذا، حتى مؤسسات دولية قالت النموذج المصري نموذج يحتذى. يعني ما ده اللي انا بقوله لحضرتك، انه دلوقتي هي دي فرصة امام المواطن الليبي ان هو يلاقي نموذج.